نبيل عبد المنعم، خريج كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعه القاهره. شاركت في البرنامج التدريبي في مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء اداره موارد البيانات. وطبعا التدريب كان بشكل فعال وعملي، وشاركنا في العمل في كافه الاقسام المختلفه داخل الاداره. عرفنا اكثر عن نظام الكي ام اس، الوزارات والمرصد الميداني وبوابه الاسعار المحليه والعالميه. وده شرف طبعا ليا ان انا شاركت في صرح عظيم زي مركز المعلومات، وكانت تجربه فريده على المستوى الشخصي والمهني. انا يارا ممدوح، طالبه في كليه حاسبات وذكاء اصطناعي جامعه القاهره الفرقه الثانيه. انا شاركت في برنامج التدريب الصيفي في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الاداره العامه لقواعد البيانات. شاركت مع فريق العمل في الاداره ان احنا نتعامل مع الداتا ونحللها ونطلع منها داشبوردز تفاعليه، واشتغلنا ان احنا نعمل داشبورد خاصه ببيانات المتدربين السنه دي. لاس الداوي، طالبه بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره، وكنت من بين المحظوظين بالبرنامج التدريب الصيفي 2024 لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واللي كان بمثابه فرصه عظيمه ونافذه حقيقيه. اطلعت من خلالها على عالم الحياه المهنيه، واختبرت فيها بيئه العمل اللي كانت بتتسم بالدقه والموثوقيه والاحترافيه والتطور المستمر. خلال الفتره دي تابعت عن كسب اليه العمل داخل اداره النشر الرقمي في جهه تعد من اقوى الاذرع المعلوماتيه للدوله، وتلقيت تدريب متخصص في قسم البودكاست. وخلال الفتره دي اتعلمت ازاي اقدر انشر محتوى صوتي كامل للمركز، بدءا من بلوره الفكره لكتابه السكريبت لاداء النص صوتيا، مرورا بمرحله التعليق الصوتي بكل مهاراتها المختلفه، وصولا لمرحله الهندسه الصوتيه ليتم اطلاق محتوى صوتي للمركز جاهز للنشر بيتسم بالابداعيه والاصاله والقيمه والموثوقيه، وطبعا بيتفق مع هويه المركز. انتهت فترة التدريب بعد ما سابت لي خبرات غنية وتجارب وفتحت لي أفاق في مجال التعليق الصوتي، وقدرت من خلالها أني أشارك في مقاطع صوتية واللي تم نشرها على المنصات الرسمية للمركز. كل الشكر والتقدير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ولكل القائمين على البرنامج التدريبي الصيفي، ولكل من ساهم في إسراء هذه التجربة. شكرا. مجدي أحمد مجدي، خريج كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة، حاصل على دبلومة في قانون التجارة الدولية بجامعة عين شمس. شاركت في برنامج التدريب الصيفي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات برئاسة مجلس الوزراء بإدارة البحث والتطوير. اشتغلنا على تطوير بوابة قانونية للتشريعات المصرية، بأن احنا كنا بنشتغل على معاهدات أبرمتها مصر مع دول أخرى، بأن احنا بنلخصها ونترجمها للغة الإنجليزية. وأيضا اشتغلنا على الأحكام، محكمة اقتصادية وأحكام محكمة النقض وفتاوى مجلس الدولة، إن إحنا كنا بنطلع الكلمات الدالة وأهم المبادئ في الحكم. كنا بنحاول إن إحنا نطور البوابة القانونية للتشريعات المصرية، بأن لو كان أي حد باحث قانوني أو حتى غير قانوني يخش يبحث في البوابة، بسهل عليه إزاي يوصل للمعلومة اللي هو عايزها، بخلال ان انا كنت بحط نفسي مكان الباحث، بان انا لو ببحث عن موضوع معين، موضوع قانوني، اذا كان احكام او تشريعات او صيغ دعاوي او حتى صيغ عقود، فان انا اوصل لها بطريقه اسهل وبطريقه اسرع. واستفدت جدا فتره تدريبي بالمركز، وسعيد جدا بتجربتي ببرنامج التدريب الصيفي. ملك وليد محمد، كليه حقوق جامعه عين شمس سنه ثالثه. طبعا استفدت هنا من مكان قوي، وكنت متدربه في الموارد البشريه، وطبعا مريت ببروسس كتير وعرفت بروسس كتيره جدا، منها التوظيف والمسار الفني للباحثين. وطبعا سعيده جدا جدا ان انا كنت من ضمن المتدربين هنا، واستفدت جدا، وكانوا كلهم متعاونين معانا سواء اي معلومه عايزين نعرفها. وبجد المكان فرصه لاي طالب وخريج ان هو يدرب هنا. انا اسمي ياسمين رمضان، طالبه علوم سياسيه الفرقه الثالثه بالجامعه البريطانيه. شاركت في برنامج التدريب الصيفي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الإدارة العامة للمكتب الفني، وشاركت فريق العمل في مجلة يوث بولس، وكتبت مقال اقتصادي عن أزمة الكهرباء عالميا وإزاي مصر بتستثمر في الهيدروجين الأخضر علشان تحل المشكلة دي. وكمان اشتغلنا في رصد التحركات الحكومية لشهر أغسطس، وأنا سعيدة جدا في تجربتي هنا مع المركز. أنا هدى ندى، طالبة الفرقة الرابعة كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة.
اشتركت في برنامج التدريب الصيفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الإدارة العامة للمؤشرات الدولية. في الأول أخذنا نظرة معرفية عن المؤشرات الدولية ومنهجيتها، واطلعنا على ترتيب مصر في مؤشرات كتير منها التنمية البشرية والتنمية المجتمعية، ورصدنا وضع مصر في مؤشر الاستثمار والتنمية الاقتصادية على مدار 10 سنين اللي فاتوا عشان نعرف التطور اللي وصلت له مصر لحد دلوقتي، ووضع فعلا أن مصر وصلت لتطور كبير قوي في المجال ده. استفدت كتير من التدريب وشايفة أنه هو شرف وفرصة كبيرة قوي لأي حد يجي التدريب دون. أنا اسمي إسراء أبو المجد في جامعة القاهرة كلية أداب بالفرقة ثالثة قسم مكتبات. شاركت في التدريب الصيفي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الإدارة العامة للمكتبة، وتعرفت فيها إزاي أعمل ترفيف وإزاي أعمل جرد، وعرفت كل قسم ووظيفته، وعرفت كمان السيستم الخاص بالمكتبة الـ SLIS والمعالجة الفنية للمصادر زي التصنيف والفهرسة والتكشيف والاستخلاص، وعرفت برضو قواعد البيانات المختلفة زي القاعدة القومية للدراسات وقاعدة قضايا آراء. بشكر جدا كل الأشخاص اللي ساعدوني أن أنا أعرف معلومات جديدة، وأتمنى أن أنا أكون إن شاء الله السنة الجاية موجودة في التدريب، وشكرا. مي وفاء أحمد إبراهيم، جامعة الصوت الجديدة تكنولوجية، كلية الصناعة والطاقة قسم IT. شاركت في التدريب بالصيفي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء في الإدارة العامة للاتصالات والشبكات. استفدت من الإدارة ديت إزاي أكون الشبكات وإزاي أوصلها من المركز الخاص بها للعميل، إزاي أقدر أحميها من الهاكر، إزاي أقدر أتعامل معها، وإزاي لو في مشكلة أقدر أكتشف الأخطاء اللي فيها وإزاي أقدر أحلها. كنت مبسوطة جدا أنا كنت موجودة في المكان دوت، وكانت تجربة جميلة، وبشكر فريق العمل والزملاء اللي ساعدوني على كل حاجة هنا، وبتمنى أن أنا أكون ليا فرصة أن أنا أجي هنا مرة تانية. اسمي ريوان سيد محمد بالفرقة الرابعة بكلية الأداب قسم ترجمة فورية وتحريرية الخاص بجامعة حلوان. شاركت بالتدريب الصيفي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للإدارة العامة إدارة الجودة. شاركت معهم بترجمة بعض المقالات السياسية والاقتصادية والمراجعة، وترجمت بعض المقالات الاقتصادية from English into Arabic and vice versa. And I'm so happy to get this experience here.